حدث بالفعل ويحدث دائما للأسف الشديد وقائع مأساوية. الفرح فيها والزغاريط والفرحة بتتحول لحزن وعزة. اللي حصل امبارح بإحدى قرى محافظة الغربية وصف تفصيلي للي بيحصل وبيتكرر طول الوقت واللي كان حاصل يمكن الأسبوع اللي فات. عريس مات واخوه اتصاب، هما الاثنين بيتجوزوا اعتقد في نفس الليله، وده قبل الزفاف بساعات. ليه؟ واحنا اكيد كلنا بنشوف المنظر ده واحنا ماشيين، عربيات الزفه بتدخل في بعضها من الشو اللي بيحصل، والنتيجه ان يبقى في حادثه وادي العريس هنا مات واخوه بين الحياه والموت. فاكيد كلنا بنشوف واحنا سايقين، بتشوفي دايما انا ببقى اكتر لحظه ببقى متوتره فيها جدا لما بشوف العربيات بتعمل كده وزفت العرسان، بقعد ادعي واتشاهد. انا فاكره كويس قوي اليوم، اليوم ده كان واحنا راجعين من كاتب كتاب بنتي خلاص، وكنا على الكوبري اللي هو اللي بيوصل من صلاح سالم للقلعه الفاصل الصغير ده، لو بيحصل فيه حوادث كتير جدا. ويا سهير، زفه من عباره عن عربيات وميكروباصات وموتوسيكلات وعربية نص نقل محملة ناس، كل دول قابلينا، كل دول في فرح في عز الظهر، كل الناس ده لا ده كان بالليل، ده بعد بعد ما بقى انا خلصت رجع احنا بقى طالعين. والله اقسم بالله يا جماعة، انا نادرا ما بيجي لي بانيك اتاك، يعني انا نادرا انا في حاجة او حاجتين في حياتي ممكن يعملوا لي بانيك اتاك. طريق جلالة ما اعرفش ليه وانا ماشية الخوف قال انه ب ب ب ب ب ب بتنش، يعني كل حاجه بتقف، والمنظر ده، المنظر ده انا عملت حاجه عمري في حياتي ما ممكن في حياتي كنت اتوقعها. انا وقفت العربيه، يعني انا اللي كنت سايقه، انا وقفت العربيه من كتر الرعب اللي انا، لا انا عارفه خايفه اجي يمين وفي السور بتاع الكوبري، وخايفه اجي شمال لان العربيات كلها عماله ترقص قدامي، وخايفه اعترض لاني هتضرب في الشارع، لان انا لو اعترضت او زمرت او زعقت ممكن يكتلوا عليا يضربونا في الشارع. فلازم حل، يعني فكره ان الفرح ينتهي بمأساة زي كده، ومش دي اول مره، ده ممكن نقول ده الرقم مش عارفه رقم كام. فرجاء عارفه من اسبوع لازم على كورنيش المعادي كان في نفس الحادثه. هي الفكره ان هم متخيلين ان هم كده بيحتفلوا وبيفرحوا العروسه والعريس، وان هم بيعملوا واجب، بس هم بيعملوا كارثه وبيعملوا حاله من الارتباك والذعر. دي مش فرحه، لازم فعلا في قانون يجرم القصه دي، يجرم ان احنا نعمل بالعربيات كده ازاي، لان انت ما انتش في شارع فاضي، انت معاك ناس تانية. والحادثه اللي حصلت في كورنيش المعادي لما عربيه من عربيات الزفه وقعت في النيل وغرقت ثلاثة من اهل العريس والعروسه، اخو العريس وابن عمه واخت العروسه. وايه فكره ان انا اقعد ازف حد، اقعد العب بهلوانات قدامهم بالعربيات؟ لو انا في مكان لوحدي لا يا ستي، ما هو برضه غلط، ما هو ممكن يتكعبل وممكن يتزفلط وممكن بس العربيه تنزل تحت العربيه والموتوسيكل ممكن يطير. ايه يا جماعه في ايه؟ انت احنا بقينا للدرجه دي مش مهتمين القصه بالناس. دي فعلا محتاجه حل. المشكله ان اغلب الناس للاسف الشديد بيحتفلوا بالشكل ده وبيشوفوا انهم بيعملوا حاجه ممتعه ودمها خفيف وبيعتبروه نوع من الاحتفالات اللي لازم تتعمل. وانتوا دمكم بيبقى وشكلكم بمنتهى الصياعه، هو مش دمهم اللي تقيل، لكن التصرف وحاجه كده اللي صعب وكارثي. تحس ان انت دخلت منطقه عشوائيه، يعني الشارع اتقلب بقى حاجه عشوائيه، مع ان المفروض ان احنا كلنا عارفين ان في احترام. ومصيبه بقى ان بيبقى في رجال مرور لا هو الفكره راجل مش قادر يعمل لكم حاجه. ان انا لما بعمل كده انا قررت ان الشارع ده ملك الواحد، الشارع ملكنا لوحدنا، نعمل فيه اللي احنا عايزينه ونوقف المرور ونقفل الشارع والعربيات ما تعرفش تمشي والناس تتخض والناس ما تتحركش، واللي يفكر يعدي وسط الزفه دي يبقى حاطط ايده على قلبه، لانه في اي لحظه ممكن عربيه تتخبط او تحصل حادثه باي شكل. ليه فعلا ما فيش قانون يمنع الكلام الصعب ده اللي بيحصل في الشارع؟ ليه ما فيش غرامه او عقوبه حبس او اي حاجه تحصل لكل شخص غير مسؤول بيعمل حركات مدمره
بيقيس مننا علشان زفه وعلشان نفرح وعلشان كذا وعلشان ننبسط وعشان ده فرح ويلا احنا فرح ويلا احنا بنفرح. لا، احنا في الاخر ممكن نحزن وممكن ده يتقلب لعزة، وده طريق عام يحترم الناس اللي ماشي فيه. ده مش طريقك لوحدك، انت ما اشتريتش الطريق ولا الجزء ده، انت فيه ارواح ناس كتيره معاك، فما ينفعش ان انت تبقى مش مسؤول ولا عن نفسك ولا عن ارواح الناس التانية. محتاجين قانون يتطبق، ولو القانون ده موجود يبقى لازم يتطبق بكل حزم عشان المهازل دي تقف.